السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام مقدم برنامج حكمة على بودكاست في الحلقة السابعة من البرنامج. معي في الحلقة زملائي عبد الله. مرحبا عبد الله. هلا، معي أختي سارة. كيفك سارة؟ هاي. رجعنا في الحلقة كمان محمود. مرحبا محمود. كيف حسام؟ أخيرا محمود رجع. من واحد محمود. في هالحلقة راح نتناقش في عدة مواضيع، منها راح نبدأ بالأخبار، راح نتكلم عن سبين أوف لك اشتصار، وجود جزء ثاني لما جاكا في موتو، أسطورة تقوى رجل كورازاوا، اقتراب اتهام من كايشو ميتساما، وراح نتكلم عن الون شوت اللي يصدر من كيشيموتو للاسم ماريو، وتحويل الموستر لمسلسل أمريكي، وأخيرا تأجيل صدور أنمي سيلر مون. راح كمان نتكلم عن أنميات الموسم لربيع 2013، وراح نترك اخيرا مجال المانجا، راح نتكلم عن مبيعات المانجا، وراح نتكلم عن احد المانجاكا المشهورين، وكالعاده بنختم الحلقه بتوصيه لانمي وتوصيه لمانجا. بس في موضوع مهم لازم اتكلم فيه، يعني احنا لما بدانا البودكاست كنا متوقعين انه راح نلاقي منافسين، وفعلا يعني احنا نجحنا وبدات بعدين فرق ثانيه تعمل بودكاست، وبعضها بصراحه كان مميز جدا يعني، واحنا بنشجعهم انه احنا المنافسة الشريفة مطلوبة يعني عشان احنا نتحسن والكل يتحسن. لكن اللي فاجأنا هو اللي بيمسك حلقتنا يعني، ودائما الكوبي بيست وبيعمل نفسه انه هو يعني عمل شيء جديد. انا قصدي بالتحديد فريق ما شاء الله يعني ماسكين مواضيعنا اللي بننزلها كوبي بيست، بيروحوا بيغيروا المواضيع يعني، حتى الاسم ما تعبوا فيه. احنا انا كمعرض بودكاست ما يا ريت يعني نشوف منافسة شريفة، نشوف محاولات للإبداع، نشوف محاولات للتميز، مش بس شغل كوميديان. عموما خلونا نرجع لحلقتنا ونبدأ بفقرة الأخبار. الخبر الأول الموجود عندنا هو خبر مهم، تحويل أنمي أو مانجا مونستر لمسلسل أمريكي. محمود أعتقد عندك تفاصيل عن هالخبر، تفضل. شكرا حسام. طبعا الخبر انه جيرمو دي تورو مع اتش بي او، وهي شركه او محطه اخبار او زي ما نقول شركه تلفزيونيه في امريكا، اتحدوا عشان يعملوا فيلم لايف اكشن لمونستر. طبعا اتش بي او مع الدايركتور جيلمور اتحدوا عشان يعملوا ايش ادابشن صحيح، او يكون ايش فيتفول للمانجا، مع ايش الرايتر ستيفن تومسون. طبعا اللي ما يعرفش جيلمور دي تورو هو كمان مخرج مشهور بالفيلم تبعه عام 2006 اللي هو بين ليبرنس، اللي هو بيتكلم عن خيال في اسبانيا كذا. الفيلم كتير نجاح وكمان فاز بثلاثة اوسكار، فهذا من الاشياء اللي شجع الفان انهم يتشوقوا لللايف اكشن. طبعا يعني حصل من الاخبار وصلتنا كذا انه راح يكونوا انه حتكون القصه مقتبسه تماما للمانجا، وما حيكونش فيها اي زيادات او حاجه. فان شاء الله انه طبعا الناس الان شكا يعني بتشك هل هو البطل، لانه بما انه في المانجاكا البطل اللي هو الياباني كان عايش في المانيا، هل راح يكون نفس كل حاجه او هل سيكون في اختلافات. طبعا حاليا الحماس في الفان كتير كتير فرحانين بالموضوع هذا، وان شاء الله يكون النتيجه ايجابيه. والمسلسل الامريكي هو لايف اكشن، هو لو كان خبر صحيح لانه يعني حيلتزموا بالمانجا فراح يكون قنبله يعني، المسلسلات حيكون قنبله اكيد، لانه مونستر اساسا لما تشوفه يعني هو بيذكرك فعلا البوليسيه يعني والمسلسلات الاجنبيه يعني، ما بتحس بالانميات. ما هو المانجاكا تبع مونستر، ما هو انت عارف انه ما بيقدرش المخرج يعمل اي حاجه الا بموافقته، فاعتقد انه اذا كان في اي اختلافات تلاقي اختلافات بسيطه، انه زي تكون شيء يكون موافق للذوق الغربي اكثر من انه للياباني. في برضه حاجه كده حصلت من قريب اللي هي سبيسيفيك ريم، كانت برضه على قصه يابانيه وهي نازله فيلم، اللي هو شاف التريلرز بتاعته يعني هو حتى كقصة كان بيتقارن شوية بأتاك أوف ذا تايتنز، فدي مش أول مرة إن حاجة أمريكا تاخدها وتحولها يعني حاجة يابانية وتحولها لفيلم، والفيلم شكله جبار الصراحة يعني، فأعتقد إنه هيبقى إن شاء الله كويس. يا ريت إن شاء الله. لأنه في تجارب سابقة كانت للأسف سيئة، والناس بتعرفها دراغون بول يعني من أسوأ التجارب، وكان يمكن تيكن كمان. ده ما حدش يتكلم عليه أصلاً ده.
وتيكن يعني، بس ان شاء الله يكون في اكثر من فيلم لايف اكشن انه بالتعاون مع الشركات او الغرب انه بيطلع الان، بس ما سمعناش شيء عنهم. معنا خبر مانجاكا الكبير كوشيموتو مانجاكا ناروتو، هو انا اشتغل على وان شوت الخاص بماريو، قريتيها انت يا ساره اعتقد، يا ريت تعطينا شيء عنها. هو انا لسه ما قريتهاش، بس انا سمعت عليها ريفيوهات ان ازاي ان دي لما عملها من 15 سنه كانت مختلفه تماما عن ناروتو. اولا هي سنين وهي بتتكلم عن المافيا، ف يعني كانت دماغ تانية خالص ساعتها لي وقتها. ما هو انا الصراحه استغربت لانه في كتير ناس لما شافت الرسم تبعها استغرب، لانه الرسم مش بالمستوى اللي يشوف ناروتو حاليا غير الرسم اللي موجود، عشان كده انه صح يعني صح انه كلامه كمان يثبت انه المانجا قديمه، لانه الرسم بتاعه لو اي حد شافه بيلاقيه شويه مش المطور اللي احنا بنشوفه في ناروتو. من 15 سنة يعني، خلي بالك ده كان عنده 19 سنة، كان لسه بيجرب يعني، زي بالظبط هيرو مشيما لما بدأ، أول ما بدأ تريب ماستر كان حتى يعني القصة مش قوية، بعدين بيتعلموا وبيجربوا وبيخبطوا. أنت متخيل إن حد أنا فاهم، بس حتى بالنسبة للرسم تبعه من 15 سنة يعني المفروض إنه حلو متبادل يعني. كان عنده حوالي 19 سنة، هو لما عمل ناروتو كان عنده قد 24 تقريبا. بص هو كان لسه متخرج من مدرسة وكان لسه شاب صغير أو حتى مراهق، وقرر ان هو يدخل في عالم اللي هو مش عالم طفولي، لا ده عالم اكبر من سنه جدا. فحته ان هي يمكن كانت مجرد تجربه، كانت حاجه ممكن بتوري لك كان هو عايز يبتدي ازاي مثلا، او نوع من انواع الافكار بتاعته اللي هي المختلفه. لكن انا عارفه انها نازله بالانجليزي برضو كمان في شونن الفا، فيعني هي واخدة اتنشن كبيرة ما اعتقد يعني. بس فشوفوها، شوفوا ازاي مانجا كانت بتبتدي، ويعني مش اول واحد بيبتدي جامد جدا، لا بيبتدي مش كويس بعد كده بينجح واحدة واحدة يعني. طيب اذا نشوف الخبر الاخر، اقتراب انتهاء مانجا كايشو وميت سما. كايشو وميت سما مانجا شوجو، طبعا كان اظن معظم الناس بيعرفوها من الانمي اللي نزل اعتقد حوالي سنتين. فايش رايك ترى بالخبر؟ انت تقرا المانجا؟ انا ما قريتش المانجا، انا شفت الانمي بس. اذا انا يمكن الوحيد اللي قرات المانجا. هي مانجا مشت يعني بعد الانمي مسافه كويسه يعني، حتى اعتقد لو هلا بيعملوا سيزون 2 يعني بكفي يوصل في 24 حلقه. بس انا اللي حسيت انه صار في دروب بصراحه بمستوى المانجا. انا ما بيقول الانمي احلى، هو المانجا احلى. انا اصلا المانجا احلى بكتير. لا انا ما حسيت هالشيء، انا حسيت الانمي افضل، لانه المانجا صراحه فيها كلام كثير وفيها تعليقات جانبيه بقاعات صغيره يعني. في العاده انا ما برتاح لانه من الكوميديا، بس في الانمي يعني بتحس فيه اكثر. وانا اظن ان هو شبه سكيب بيت باين في الاسلوب الكلام الكتير في المانجا. سكيب بيت المانجا احلى بكتير من الانمي يعني، دي من الحاجات اللي انا متابعها. سكيب بيت خرافه الصراحه، والمانجا وهميه. لا انا مش بقصد في الجوده، انا اقصد في كميه الكلام. هو عامه الانمي انا اتفرجت عليه مؤخرا وانهيته. هو الانمي كقصه رومانسيه شوجو، انا افضل كيميني تودوكي لافلي كومبلكس، بس انا اظن ان هو يميل اكتر لاوران هوست كلاب الانمي، لان فيه لقطات دايما بتبقى ظريفه جدا، بيسموها موي او كيوت البنات بشكل عام. هي الجيل الصغير عموما اصلا يعني، هي معموله مثلا اللي هم فرنج 12 ل 15 سنه، مش معموله لناس كبيره قوي يعني. فهي لازم تبقى في اطار الكوميديا ده. هو كاجو ميديا يعني حلوه، والكوميديا فيها حلوه، والرومانس فيه حلو، الشخصيتين البطلين يعني مساكي هي ما هو شو اسمه، ما هو النوع تبعها يعني بيحب تكون في شويه مشاكسه ما بين البطلين. هي المانجا اللي حتكون اذا انت بتحب تكون تلاقي انه في بطل بتلاقي بالزنخ على البطله او انه كذا بالجهه، فالمانجا راح تعجبك كثير، خاصه انه
البطلة كمان مش انها بس ضعيفة شخصية، هي قوية بس بالنسبة لي ميساكي احسن شخصية سوندري شفتها يعني. ميساكي تسوندري سوندري تسوندري تسوندري رسمي، مش تسوندري كتير يعني، هي مش مثلا زي تايجا من ترادورا، تايجا تسوندري بزيادة، شانا نفس الشيء، لا ميساكي تسوندري بس يعني مش كتير، علشان هيك انا بستلطفها يعني على غيرها من شخصيات التسوندري. لا هي هي مش تسوندري قوي، لا هي بس هي قوي، بس هي تسوندري يعني في النهاية، لانه هي في النهاية بتضل يعني مثلا يمزح كده خالص. لا انا اجري جامد مع حسام انها تسوندري، لا تسوندري رسمي يعني. انا الصراحه لا انا استغربت يعني انها تقول تسوندري لهالدرجه يعني، ما تعترف يعني بمشاعرها لاوسوي يعني، ما تعترف انا ما حلش يعني، في شخصيه بتعترف يعني. لا يعني هي هو عارف يعني، هو عارف انه هي بتحبه وهي عارف انه هي بتحبه يعني، بس خلص يعني مش لازم انا احكي. لا بس لا لا اوسوي يعني هي الشخصيه مش عجباني بسبب كده، ان هو شخصيه ايه برضه يعني ايه، بيحاول يعني ياخد خطوه ويرجعها 1000 خطوه ورا باسلوبه الغريب اللي هو بيحاول يعني ايه يلعب في مشاعرها. لا هو هو ما بيلعبش بمشاعرها ولا شيء، هو هي اوريدي شرباه وطبخاه وخلص يعني، هم هي شربته دلوقتي هي يعني. بس هو انا بتهيالي ان هم قبل بس يعني، بس يعني زي انهم ما حكوا لبعض انا بحبك وانت بتحبني وهيك بس، لكن هم قبل يعني حتى في الانمي هم قبل، وهذا اشي يعني واضح يعني بينهم، هم عارفين هالشي. انا بتهيالي ان هي مش عارفه مشاعرها، ادي الفكره، وهو بلاي بوي هو بس، لكن هي مش هو في المانجا صارت خلص. في المانجا صارت يعني قدامي انه مش عايزين سبويلر يعني. ما بدي احرق يعني، خلاص كفايه كده عشان سوارتش الحته دي، يلا بقى نروح على اللي بعدي. طب يعني انه نهايه كاش وميد يعني شيء جميل واقوى مانجا. ان شاء الله تنتهي هذه السنه، هي الخبر اظن هو بيقول كده. الخبر الاخر تونوري نو كايبتسو كون هيخلصوا قريب من مع بعض تقريبا. لا تونوري كايبتسو كون خلص بدي جدو تاني انا تونوري نو كايبتسو ومن كابوكس خلص كمان حاجة كده يعني، ده بالنسبة كل المانجاز اللي عمالة تخلص اليومين دول. الخبر الاخر تأجيل صدور انمي تريلر مفاجئ. عبد الله اعتقد معك تفاصيل بخصوص الخبر كان مفاجأة جدا، لان المفروض الانمي هينزل في الصيف 2013، وانا كنت الصراحه من الناس المنتظره الانمي ده، حتى كنت ممكن اشوف الانمي القديم لان كان يعتبر سيزون جديد لسيرر مون. لكن لما نزل الخبر كان على اكونت تويتر، فكان بيتقال ان سيرر مون هيتاجل، وكمان هل في 2014؟ لا ده كمان مش في 2014، فاحتمال كده ان هو ممكن يبقى في 2015، يعني وقت طويل جدا يعني ما بين الوقت اللي كان المفروض ينزل فيه الانمي السنه دي لغايه السنه يوم سنه 2015 يعني. هو انا عندي تعليق على موضوع الانميز ده، ان كان في انمي اسمه ليف لاف او لايف لاف حاجه سكول ايدل بروجكت، اشتغل عليه 3 سنين وهو كان 12 حلقه، فساعات بيبقى في انميز كده بيقعدوا يشتغلوا عليه كذا سنة عشان تطلع بكواليتي معينة، مع ان ليف لايف ده ما كانش حلو. فيمكن سبب التأخير ان هم بيحاولوا يعلوا الكواليتي لأعلى حاجة ممكنة، اعتقد يعني ان هو ده ممكن يبقى الفكرة. هو ممكن لان الانمي بقاله 20 سنة تقريبا يعني. معلش جراندايزر ومازنجر 40 سنة. هو مشكلة، هو لا هو المشكلة انه تيجي على التكلفة، كل ما زادت التكلفة فوق طاقتهم، فبتلاقي انه هذه المواضيع اللي ممكن ايش انه كانوا محددين حلقات معينة، لكن بعد ما شافوا انه كل حلقة بتكلف السعر الكذا فهم فتلاقيهم قللوا من الحلقات، او انه العكس يمكن بدهم يزودوا. فان شاء الله ما تيجي اخبار زيادة بتوضح كل حاجة. هو مين الاستوديو اللي عامله اصلا؟ متهيألي هو نفس الاستوديو الاصلي يعني، استوديو كبير. انا متهيألي يبقى عندهم مشكله في ان هم ممكن مثلا ما عندهمش رسامين كفايه. لا ما اعتقد، اذا كان ممكن يكون الستوري بورد، انا اتخيل الستوري بورد اكتر يعني. متهيألي ان هو ممكن يبقى حوالي 50 حلقه، طالما ان هم مطولين كده ان هو بقى له سنه دلوقتي قرب السنه شغالين فيه، ممكن يبقى
50 حلقة، فعشان كده عايزين يخلصوه الأول بعد كده ينزلوه. هو اتمنى ان هو بس يتم الاعلان امتى بالظبط ينزل المسلسل، لان دلوقتي هو حتى مش مؤكد ان هو هيبقى في 2015 حتى. نشوف وبدنا ان شاء الله تيجي تفاصيل اكثر عن هالموضوع. خبر اخر هو سبين اوف لانمي لاكي ستار، التفاصيل عندك يا ساره؟ هو ده حاجة قالوا عليها يمكن من 5 6 شهور، وقالوا ان في حاجة للاكي ستار نازلة. اللاكي ستار كان سبين اوف، هي في حاجات كده اللي هي الناس اللي بتوع اليابان الفانز لما بيحبوا حاجة معينة ممكن بيعملها مانجا بيست مثلا على المانجا الأصلية. ففي سبين اوف لوكي ستار فيها يعني شخصية شبه كوناتا شوية، والشخصية التانية اللي شعرها بامبا، هم دول الشخصيتين الرئيسيتين في الموضوع. اللي هيمسكها بتهيالي هيبقى المخرج بتاع سينيو، وبتهيالي برضو اشتغل في لوكي ستار شوية. انا شفت حاليا ان في ستوري بوردز وان في فويس اكتنج بيتعمل، يعني هما دلوقتي شغالين في الانمي. ومش متاكده الصراحه هل هو بيتهيألي كيوتو انيميشن هو اللي عامل له انيميشن، يعني ان ده طبعا لاكي ستار بتاع كيوتو وكيون والجو اللذيذ ده. بس هو انا كيوتو. مبسوطه، كوا كيوتو، انا بحب اصلا الجو لما نبقى قاعدين كده وبنتكلم في حاجات، يعني في اي حاجه في اي حاجه. يعني انا بحب مثلا يوشكي و اي شانل ما بيعملش حاجه ان هم قاعدين يتكلموا، فانا مبسوطه الصراحه، مبسوطه ومستنيه لاكي ستار الجديد ده. والله انا اتمنى كنت اشوف لاكي صراحة. ستار الصراحه، يعني لانه يعني كل اللي اوتاكو بحبوه هيك، مع انه تصميم الشخصيات غريبه، بس اعتقد بيستاهل انه الواحد يجربه. يعني هو الفكرة ان هما يعني لو انت قعدت تتكلم في نفس المواضيع اللي هي ما ملهاش حاجة دي، او يعني مواضيع ما فيش حاجة معينة، يعني مثلا احنا النهاردة بناكل كيك بالفراولة، طب ليه طعمها حلو؟ فبتبقى في الانمي معمولة بطريقة تضحك، لكن في الحقيقة لو انت اتكلمت في حاجات زي دي الناس هتبص لك كده وتقول لك ايه اللي انت بتتكلم فيه ده، فبتبقى باينة احلى في الانمي. يعني هو عامة لاكي ستار كان في شخصية كوناتا اللي عملت شخصية هاروي الفويس اكتنج، هي كانت فظيعة. يعني اما كنت بسمع الاندنج بتاع لاكي ستار كانوا بيجيبوا كل انمي ويغنوا، مثلا كانت كوناتا ديت بتعمل الاغاني كاريوكي اللي هو اسمها أوي حاجة تقريبا، هي لوسي بتاعت هي فيري 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 تيل، لوسي وسوزوميا أو ميسا في ديث آيا نوت، هيرانو، اسمها ميسا آيا ميسا هيرانو، في افتكرت ديث نوت آيا وهاروهي. هيرانو، اسمها آيا هيرانو، آيا هيرانو، ايوه اسمها آيا. وهي مشهورة جدا، بس اظن انها اخدت جو تاني غير جو الفويس اكتنج لا لا على لا زي ابدا ما سمعت. ابدا. انت عارف ان هي بتعمل في جول باتسينكو، بتعمل حاجه اسمها بتعمل بيت اسمه يعني جارنت، فهي لا لسه مكمله في الجو ده. يعني طيب ان شاء الله نشوف سيكول لاكي ستار برضو مع السبين اوف اكيد. ان شاء الله. خبرنا الاخير هو جزء ثاني لمانجا فوكيموتو ليجند اوف سترونجست مان كوزاوا. المانجا من صدرت اعتقد 2006 ل 2008، المانجا انتهت بنهاية فظيعة رهيبة الصراحة، لكن يعني ما كان حد بيستنى انه راح يكون لها موسم ثاني، لانه نوعا ما النهاية كانت مرضية يعني جدا لكل المتابعين. فصراحة يعني خبر انه جزء ثاني كان مفاجئ، هو حلو يعني انا نفسي اشوف تكملة يعني، بس كان مفاجئ بصراحة. يعني حتى الان محتار من اي نقطة، يعني حتى الان هلا حاطين السمري تبع المانجا، كل السمري كله اسئلة اسئلة اسئلة، لانه يعني بدي احسسك انت مش حتعرف شو انا بدي اعمل لسه الجزء الثاني. ف هو انا هو بالنسبه لي المانجا ديت يعني انا الصراحه ما شفتهاش، بس انا شفت الانمي
اكاجي، شفت الانمي كايجي؟ هو فوكيموتو قمة طبعا الابعاد. مانجاكا كاجي، هو طبعا فوكيموتو هو مانجاكا كاجي واكاجي وزيرو، مش كل مانجاته تحولت لانمي يعني، بس انه كل مانجاته اصلا قوية وروعة. هاي المانجا اللي هي أسطورة أقوى رجل كوروزاوا، مختلفة عن بقية مانجاتو لأنه ما بتعتمد على المقامرة والذكاء يعني. هي بتتكلم عن رجل في الثلاثينات، رجل فاشل مكروه بده يغير حياته يعني، بده إنه يتحول لإنسان محبوب وحواليه أصحاب وهيك. فهالشخص للأسف إنه كل مرة بحاول يعمل إشي كويس بينقلب ضده، بتصير نظرة الناس إله أسوأ من قبل. اها، لا المانجا المشكلة ديت انا عايز اشوفها. لازم تشوفها لازم، لانه يعني رائع يعني. هو راح يتحول لبعدين الاشياء اكثر يعني، انه ما بديش احرق برضه لانه بس يعني انه القصه رائعه، تطور الاحداث حلو، شخصيه البطل يعني قمه العبقريه. نهايه المانجا يعني من يعني عادي انك تسمع واحد يحكي انه احلى نهايه مانجا انا شفتها في حياتي، لانه هي فعلا من هالمستوى نهايه المانجا. فأنا بس اللي خايفه انه هل هتكون الجزء الثاني، هل حيخرب نهاية المانجا اللي هو عملها؟ هو لو عمل جزء ثاني انا متأكد انه حيكون حلو، بس هل راح يخرب نهاية المانجا؟ انا اتمنى انه لا. هو انا السيزون الثاني بتاع كايجي كان ممكن تسميه ان هو نهاية المانجا او نهاية القصة، بس برضو كايجي لسه برضو ليه حاجات انا حاسس ان هو ما يستمر. كانت كاجي نهاية لسه، ممتازة السيزون الثاني في الانمي. لانه انت هلا مانجا كاجي فيها 4 مواسم المانجا يعني، لسه كثير لسه في قدام. هو حتى في كيموتو يعني شغال على زيرو برضه عاملها على اجزاء، شغال على كاجي عاملها اجزاء، هلا في كيموتو بده يعمل جزء ثاني يعني. هو حاليا يمكن عنده اكثر من 3 مانجات مستمره، فانا مش عارف كيف حينسق كيف حينسق يعني الشغل بين كل هالمانجات، وخصوصا يعني بعدين كل مانجا على مستوى يعني، مش بس يلا مشي مشي. لا مستويات عالية فعلا يعني. انا منتظر نشوف ان انا نشوف انمي جديد او نقرا المانجا دي، لان الصراحة هو عبقري. السيكولوجية، أنا عاجبني السيكولوجية اللي فيها جدا يعني، على بالضبط الرغم إنها بتتكلم عن الأمور بس تحفة السيكولوجية بتاعتها. صح. طيب ننتقل للفقرة الثانية، أنميات موسم الربيع 2013. أنا شفت شوي، أعتقد سارة شافت أكثر مني يعني. شو رأيك سارة تبدأ تعرض الأنميات اللي شفتيها؟ بص، هو الانمي السيزون ده احلى 6000 مرة من الشتاء يعني، صراحة ما فيش حاجة وحشة إلا يمكن حاجة أو اتنين، لكن الباقي كله يعني طبعا Attack of the Titans رقم واحد، بدون الناس كلها نقاش. بتتكلم عليه مع إن القصة عادية، بس الطريقة بتاعت البرزنتيشن بتاعته هي اللي ادت له القوة بتاعته دي، وده كان استوديو ويت هو اللي عاملها، وده يبقى استوديو فرعي من الاستوديو برودكشن اي جي يعني، او بيسموه ذا سان ستوديو. التاني اسمه جانجلترا، هو الاسم صعب شوية. بنحط بنكتبه في الموضوع فمش مشكلة. هو سو سي نو جانجلترا او جانجلترا اون ذا فيرتس بلانيت. ده بص انا هسيبلكوا مكتوب لانه صعب. طيب كملي. ده كاتبه جين اوروباتشي، كاتب مونوكا ماجيكا وسايكوباث. بس ده اخف شويه من سايكوباث، ان سايكوباث كان تقيل قوي، مونوكا ماجيكا برضو كان تقيل. ده داخل يعني، هو ليه اسلوب كده معين في طريقه الكتابه بتاعته. فالحلقه الرابعه بدأ بقى يسأل اسئله، وبدأ يدخل في الحته بتاعت جين اوروباتشي او في اسلوبه الكتابي للقصص دي. فده بيتكلم على ان واحد كان في الفضاء، وبعدين في حرب ما نزل على كوكب الارض. كوكب الارض ده كانوا فاكرينه مهجور، اتاري ان كوكب الارض اتغرق كله ميه، ودلوقتي الناس بقت عايشه على سفن، وسفن اسطولات كبيره يعني. فهو دلوقتي هو متمرن ان هو يبقى جندي فضائي، فجأة لقى ان في مجتمع وان في ناس ومش عارفه ايه، فمش فاهم. حتى مثلا كان بيسأل البطلة أخوها عيان، فبيقول لها لو هو عيان طب انتوا ليه ما تخلصوش منه، الناس اللي عيانة دي أو الضعيفة دي ملهاش لازمة يعني.
فده هنا بقى الحتة دي بقى جين أورباتشي على طول، هو يقعد يسأل في حاجات تبع الإنسانية دي، فده برضو حلو جدا. التالت بالنسبة لي فالفريف ذا ليبريتور، ده سان رايز عاملينه للناس اللي هي بتحب المركز وكده وبتحب جاندم، ده يعني في مستوى جاندم. لحد دلوقتي انا مش قادره احدد القصه قوي. التاني برضو اللي هو ماجستيك برنس، ده بقى تحفه، ده ميكا وكوميدي، ازاي ما اعرفش نيكا بيحطوا لك الشخصيات كوميديه جدا. الشخصيات اصلا مسميينهم في الانمي ذا لوزر فايف، ففجأة اللوزر فايف دول بياخدوا آلات جديدة بتشتغل بحاجة اسمها الجورا سيستم، اللي هي يعني بتستوعب للنفسية بتاعتهم بالذات غرائز ان انت عايز تنجو. فلما بيبقى في حتة we want to survive دي، فبيبتدوا ان هم يشغلوا المكنة بتاعتهم لأقصى الحدود. يعني هي مع الكوميدي فيها حته ان الناس الابطال دول لما دخلوا الاكاديميه دول عشان يبقوا سولجرز مسح لهم ذكرياتهم، فما فيش حاجه تانية في حياتهم الا القتال، فبيتعاملوا كانهم اوبجكتس مثلا، او هما بيتضايقوا من الموضوع ده ازاي يعني ان هما بيعاملونا كده. فده يعني اللي هو بيحب المركز وعايز برضو يضحك هيعجبه جدا الانمي ده. طبعا بقى في حاجات رجعت زي اوريمي، قريبة طبعا اوريمي يعني من حاجات الضحك لطيفة، بس المرة دي استوديو برودكشن A1 هو اللي عاملها. سوري برودكشن A1 كان اللي عاملها الاول AIC، فا A1 خدوها، وطبعا في فرق جبار في الانيميشن يعني. بس اوريمي هو اوريمي نفس القصة ورجعت من امريكا والجو ده كله. في ريد داتا جيرل ده عاملينه اللي هما نفس الاستوديو اللي كان عاملين هاروساك ونوئيروها، وعاملين انجل بيتس للناس اللي هما بيحبوا هاروساك ونوئيروها وطاري طاري وكده هيعجبهم جدا. في اكونو هانا ده برضو الستايل بتاعه غريب شوية، يعني ما خدوا الناس شوية و ذا فلاور اوف ايفل كتير غريب كتير، ده الناس مثلوه وبعدين حطوا عليهم فلاتر معينة فادت التأثير ده، فهو مش مرسوم اصلا، بس هو عشان السيكولوجية بتاعته فهو معمول بالشكل ده عشان انت اصلا ما تقعد تقرا مش مرتاح او تتفرج عليه وانت مش مرتاح، هو ده الفكرة. بس البنت اللي هي لابسه النضارة ناكامورا دي جننتني في حياتي، ايه اللي هي بتعمله ده؟ وطبعا الاندنج لحاله ما خلاني ما افكر اشوف لا اتفرج عليه. هو الفكره ان هو بيتكلم على انا اختي اصلها مراهقه، فبيجيب لك ازاي حاجه صغيره جدا بتقلب حياه المراهقين، يعني بيكبروا كل حاجه قوي. فهو بيقول لك شوف ده حياه واحد عنده 15 او 16 سنه، ده اللي بيفكر فيه لو مثلا عمل حاجه صغيره بالنسبه لنا احنا اللي في العشرينات، لك دي حاجه هايفه قوي، لا بالنسبه لهم تبقى حاجه كبيره. في برضو عشان البنات بس ما زعلش حد، وتاون اوف برنس ما 2000% يعني للناس اللي هم للبنات اللي هم بيحبوا اللي هو جو البيشوننز والجو ده كله. وفي والله ولاد انا استغربت ان في ولاد بيتفرجوا عليه لان هو ما فيهوش فان سيرفيس اصلا، الفكره كلها ان جايب لك شخصيه وبتعرف يعني كل حلقه هي بتشوف حد وبتعرف القصه بتاعته زي بيست على الجيم ان هي ديتنج سيم. المفروض ان في الجيم البنت بتختار حد، لا في الانمي ما فيش، فما فيش فان سيرفيس قوي، بالعكس ده موضوع كوميدي بيجيب لك الاندستري بتاعت الاغاني ازاي بتتعمل وكده. في ديفل سيرفايفر 2 برضو وده للناس لما بتحب بيرسونا وشين ميجامي تنسي وكده برضو ممكن يعجبهم. وكارنفال اخيرا ده برضو جوسي بس حلو جدا. وقبل يعني في هايرن ميركوسان يعني هو انا تقريبا كده جبت لكم كله، بس هو الصراحه السيزون يعني الصراحه السيزون حلو. فاكر انا اليوم اتكلمنا على البودكاست الحلقه الخامسه تقريبا كنت معانا وكان معانا حسام، واتكلمنا على اتاك اوف ذا تايتنز، وقلنا الانمي وقلتي الانمي ده انا متوقع له ان هو هيبقى انمي السنه.
هو وجانجاتسو. دلوقتي هو الصراحة في وجانجاتسو هايب عالي جدا في الأنمي ده. بص، هو السيزون ده الصراحة أنا يعني عاجبني جدا، مفيش حاجة فيه وحشة انا بالنسبه إلا لي يعني اتاك اوف ذا تايتنز جاب لي الموسم خلص، ما فكرت اشوف شيء ثاني لانه لا، شوف جانجاتشولا. جانجاتشولا حلو، ده بتاع جين اوروباتشي. جين اوروباتشي ده اسطوره يعني. انا عارفه ان انا قلت لكم حاجات كتيره، بس الاثنين دول هم اعلى اثنين يعني. الاثنين دول بيتخانقوا على السبوت نمبر 1. الفكره ان اتاك اوف ذا تايتنز اكشن اكتر، بينما جانجاتشولا في لسه ما دخلش في حيز الاكشن في حته يعني. اتاك اوف ذا تايتنز في اكشن كتير، في حرب، في ناس بتتحرك، في ضرب. جانجاتشولا ده في كلام يعني، الديالوج بتاعه يخليك تقعد تسمع يعني. بس يعني هو السيزون حلو جدا بصراحة. هو اتاك اوف ذا تايتنز صراحه بالنسبه لي وشبعت جاب لي راسي يعني حولتها. لا بس سارة عندها حدس فظيع. لا، هو انا عاجبني يعني. عموما انا كنت حاسه ان السيزون ده هيبقى حلو. انا ما شفتش حاجه كويسه كده من 2011، بقالي سنتين مستنيه حاجه كويسه من فول 2011، فالحمد لله كان كميه حاجات حلوه يعني. انا مبسوطه من السيزون ده جدا. فترتنا الأخيرة حنحاول نعطي مجال أكبر للمانجا. محمود عندك مجال تحكي عن المانجا، تفضل ابدأ يعني، ممكن تحكي عن مبدأ المانجا. احنا ان شاء الله حيكون عندنا فقرة دايما في البودكاست، هي الرانكينج تبع الجابانيز كوميك. في الحين احنا في شهر ابريل، حيكون من 21 ل 27. فالشهر هذا او الاسبوع هذا المانجا اللي حققت المركز الاول هو فاجابوند، باعت اكثر من 277 الف نسخة تقريبا في اول اسبوع بعد جميع النسخ. عندك هارو رايد، باعت في اول اسبوع في اول اصدار لها 233 الف نسخة. بعد عندك مانجا الرياضة البيسبول اوكيكو فوري باكوتو او كابوتي، 225 الف نسخة. بعديها عندك جاينت كيلينج اللي هو كمان مانجا سبورت رياضية كرة قدم، باعت 185 الف نسخة. عندك بعديها مانجا رياضية اخرى بس شيء مختلف، هو ساكي، باعت 142 الف نسخة. عندك المركز السادس سيلفر سبون، باعت 125 ألف نسخة. بعدين عندك في المركز السابع ديتكتيف كونان، باعت 111 ألف نسخة. في المركز الثامن عندك إيش، فيري تيل، باعت 107 ألف نسخة. عندك ساكي اللي هو سايد أوبيسود، 105 ألف نسخة. عندك أتاك أوف ساكي، تايتن، ساكي اسمها، ساكي ساكي في المركز الأول، أنا مستغربة. لا مش هي مركز، في لا التوب 10. هي في التوب 10 اللي هي الساكي الاساسيه اعتقد تبعتها. استني، في لا في في ساكي وفي ساكي اللي هي ابسود اوف سايد ايه، دي سبين اوف. انا عارفه بس انا سامع صوت مستغربه صوت. يعني، مستغربه انها محطوطه في النص، لانها يعني هو مختلفه يعني، غريبه شويه. لا هو في اثنين ساكي الصراحه، في ساكي لحالها هذه من سكوير انكس، وفي ساكي اللي هي تبعت ابسود اوف سايد اللي هي اعتقد رياضيه بتكون. هما اللي هي الاثنين بيست على لعبة يابانية غريبة كده يعني. هي السايد ابيسود دي سبين اوف من ساكي، دي سبين اوف اصلا. تقريبا في هو في ساكي فو اعتقد هذا بالفرنسي، هو في ساكي اللي هي المانجا الاساسيه، وفي السبين اوف تبعتها اللي هي الابيسود سايد ايه يعني، كمان فهمت. هذه في المركز التاسع غريبة جدا تقريبا. انها في التوب 10 ده. تقريبا وفيجا انا بوند حبيت. كنت من المانجات اللي هي يعني مشهورة جدا كسينن، بس ما نعرفش هي وصلت لنهاية ولا ايه نظامها. لا ما هو لا الان لسه ما اعتقدش انه يمكن قربت الى النهايه، بس ما فيش اي خلو، ما فيش اي خبر من المانجاكا نفسه هو جاي انه تكلي راح يكون. كيلينج، انا اتمنى ان هو ينزل الانمي جديد لان الانمي كان كويس برضه. هو ما شاء الله يعني، هي باعت 185 الف نسخه تقريبا، جميع النسخ بتباعت تبعتها في اول اسبوع لها في المجلد ال 27، فشيء كويس. لا في اعتقد يمكن عشان هم منتظرين يكمل كم مجلد لقدام على اساس انهم ياخذوا راحتهم في الاثنين.
طبعا في المركز العاشر اتاك اون تايتن، باع في الاسبوع هذا 81,000 نسخه، طبعا التوتال تبعهم 642,000 نسخه مجلد اتباعت، رقم حلو جدا. عندك سورانو اوتيشي مونو باعت 80,000 نسخه من اول اسبوع تقريبا. عندك اركوا اندر ذا بريدج، اركوا اندر ذا بريدج باعت 80,000 نسخه، طبعا هذه النسخ اللي نزلوها اول اسبوع، فاعتقد انه حاجه حلوه انه باعت جميعها. طبعا هذو بس اللي هم التوب 12 الجابانيز رانكينج. طبعا في خبر افضل 10 مانجات مبيعا في جمب لغايه 2013، طبعا اخذ المركز الاول في المبيعات اللي هو طبعا ون بيس، حققت اكثر من 288 مليون 288 مليون التوتال، يعني من واحد لحاجه 60، هو يعني على انه كده ون بيس مش لوحده تخلص. انه هذه التوتال مبيعات من هذه مبيعات التوتال للمانجا نفسها من اول مجلد لاخره، فهي حققت 288 مليون نسخه. دراجون بول مبيع يعني، لانه هو لو انت تقارنها يعني دراجون بول بس 49 مجلد، ون بيس في 69، شايف في فرق مجلدات يعني. لو دراجون بول استمرت يمكن كمان وصلت للون بيس. دراجون بول 157 مليون نسخه، كوشيكي مي صح يا حسام؟ مين هو؟ كوشيكي مي المانجا تبعتك المصارعه كينو كومان قصدك؟ هذا لا، كوكاشيمي غير عن كينو كومان. كوكاشيمي كوكاشيمي هذا اعتقد الشرطي. الشرطي 156 مليون نسخة. كوتشي كامي ناروتو اسمها كوتشي كامي 156 مليون نسخة. في المركز الرابع اجا ناروتو 131 مليون نسخة. في المركز الخامس اجا سلام دانك 120 مليون نسخة. في المركز السادس بليتش حقق 82 مليون نسخة. في المركز السابع جوجو بزل ادفنشر، طبعا هي حسبوا من اول خمس مجلدات، مش اول خمس مجلدات، اول من بارت 1 لغايه بارت 5، اول اولي فيرست خمس بارتات، سوري مش اول مجلد، اول خمس اجزاء منه. ما هو اصلا المفروض جوجو بزل ادفنشر يكون بس حسب الارك او حسب الجزء تبعه. لا ما هم سلسلة واحدة في النهاية يعني. لا هم بتلاقيه منفصلة يعني، مش تقول لي بارت 1 نص بارت 2 ولا بارت 1 زي بارت 6، بس كله ماشي مع بعض يعني. ما بتقدر تقرا بارت 4 بدون ما تقرا الأبلي وهيك. شخصيات يعني بتلاقيها موجودة. هو أول خمس بارتات لأن اللي بعديه بقى سينن ولا برا جامب ولا إيه بالظبط؟ البارت السادس ما كان سينن بس اعتقد كان بارد الجامب، بس بارد 7 صار سينا وبارد 8 برضو سينا. اها يبقى هو طلع من جامب بقى، فعشان كده ممكن يكون مش حاطين الارقام بتاعتهم. الارقام التوتال يعني. حققت 68 مليون 900,000. هانتر اكس هانتر في المركز الثامن و 65 مليون و 870,000 نسخه. عندك كنشين او كنشن 58,700,000 نسخه، وعندك بعديها يويو هاكوشو 50 مليون نسخه في المركز العاشر. ده توب في تاريخ جامب تقريبا. ده جامب كله يعني. بس مشكلتك في الرياضيات مشكله يا محمود الصراحه. والله انت وترتني انت يا حسام. عليك بتوتر. كانت نشرة لطيفة يعني. هي في حاجة لطيفة في الموضوع ده، ان هو بتاع يويو هاكوشو وهانتر اكس هانتر، يعني الاثنين كتب واحد بس الاثنين في التوب 10، فده انا عجبني قوي الموضوع ده. عبقري يعني. طبعا تحفة. فقرتنا الاخرى بخصوص المانجا هي هتكون حديث عن مانجاكا. المانجاكا اللي اخترناه هو ماتسورا ايزاتشي. انت طبعا من عشاقه يا محمود صح؟ انا طبعا من محبيه. ماتسورا ايزاتشي هو مانجاكا يعني عنده ستايل خاص، اشتهر يمكن مانجا تاتش، هو من المانجاكا القديمين يعني، عنده مانجات من ايام الثمانينات. لا هو 7960 اعتقد. لا هو سوري من 1970 بدأ هو اول اعماله كان 9
اللي هو عام 1978. اعتقد تاتش هي المانجا يعني اللي لا هو تاتش اللي هي فرضا ما تقول انه حققت النجاح الاكبر لإله وشهرته، بعدها بنتاتش رف وميوكي وغيرها من الاعمال هاي تبعته. هو اصلا يعني اكثر المعجبين من الغرب كان الفرنسيين، يعني كثير له اعمال انتشرت حتى مش في فرنسا، في كل اوروبا تقريبا. يعني هو مش كانش بس انه في اليابان مشهور، في العالم كله، لانه لو تلاحظ انه اغلب اعماله اكثر من عمل تحول الى لايف اكشن وتحول كمان الى افلام. فمن الاشياء هذه اللي بتخلي يعني نادر ما بتلاقي مانجاكا له اكثر من عمل بيتحول الى، لانه بتلاقي انه الدراما تبعته من اكثر الاشياء اللي اشتهر هو الدراما، انه يدخل دراما في الشوجو وفي الشونن ونجح فيهم. ما فيش اي مانجاكا قدر يعمل اللي عمله هو، يعني انه يخش في النوعين هذول وينجح فيهم. انا الصراحه عجبني الانمي تاتش وعجبني الانمي كروس جيم اللي هو نزل مؤخرا. هو كروس جيم اللي دخلني الصراحه لعالم المانجاكا ده، لان هو فعلا مانجاكا يستحق التقدير جدا يعني. ما هو اصلا الشيء اللي مش معروف انه المانجاكا هذا فرضا في تاتش بتلاحظ انه في بطلين، فانه من احدى المقابلات اعطى انه القصه هذه ماخوذه شويه من الواقع تبعه، لانه عنده اخ اكبر منه فكان في تنافس ومش عارف وايش زي كده. في ففي بعض البيسبول الاشياء طبعا. هو تقريبا بس هو يعني بالمغزى انه في بعض الاشياء اخذه من حياته وحطها في المانجا تبعاته. وأصلاً بيحب البيسبول، من كتر ما يحبه اشترى فريق بيسبول وقاعد بيدربه. من جد؟ معايا من كتر من هو معظم حتى مانجاته يعني عن البيسبول، يعني تاتش بيسبول، اتش 2 بيسبول، وكروس جيم عن البيسبول. عدد سهل انك تتوقع انه بيحب هاللعبه. هو المميز فيه انه وانت بتقرا المانجا تبعته، سواء حتى لما تكون في سبورت وكذا بتحس بالحماس معه، تنضم معه. هو يعني ستايل ايداتشي يعني خفيف لطيف، انه بتخلص الفصل وانت ما حسيت فيه، بالمقابل يعني انه بحمسك ويعني بتدخل بتعيش الجو كثير معاه. يعني هو ستايله بصراحة يونيك، ما في اي مانجاكا بزيه. انا هيك مقتنع انه ما في حد زي ايداتشي. ايداتشي يعني مانجاكا فعلا بتقدر تحكي عنه اوريجينال. هو الناس اللي هم القدام دول زي ريموكو تاكاهاشي واكيرا تورياما، يعني ستة ناس تقيلة جدا في المانجا. الناس دول هم اللي ادوا الروح للمانجا. The God of Manga تسكا اسمه ايه؟ God of Manga متذكره ناسي. تسكا حاجة تسكا مش فاكرة. طب بتاع اللي هو تبع استرو بوي صح؟ ايوه تبع استرو بوي. بس استرو بوي وبلاك جاك و ما هو هنا المشكلة انه في رأيي ناس انا ايداتشي يعني بيظل متميز عن الجميع، لانه هو كل مانجاته كلها يعني نفس الستايل، بس مع ذلك كل مانجا لها يعني لها طعمها الخاص يعني، وهذا شيء رائع يعني رسمه كل سامو مانجاته. تسكا ايوه سامو. ما هو مش على كده بس المشكله، انت لو تتابع لو تشوف فرضا زي المانجاكا اللي هو الجاد اوف مانجا اللي هو اوزامو تسكا، لو تلاحظ اعماله حتلاقي فيه شبه في الشخصيات. انا اعتقد انه هذا كان دارج في الايام هاي، انه في حتى تلاحظ بعض المانجات بنفس الاسلوب تبعه، فبتلاقيش احنا فرضا نقول له احنا لا تقليد او انه لا، شيء طبيعي كان في وقتها انه المانجاكا فرضا انه امبير او انه ياخذ المانجاكا اللي قبله. انا موافقه على الحته دي، انا يعني كنت بقولها انا معاك في الحته دي. فلما الحين تلاقي فرح بيقول لك انه اداتشي لا كل شخصياته نفس الحاجه نفس القصه، فبقول له انا لا، انت لو تقرا ثلاث اقل تاتش او اتش 2 وعندك فرضا من اعماله الثانيه اللي هي فرضا رف او ناين وكذا، هتلاقي انه لا في اختلاف. ومن انا بعد قريت بعض مراجعات الناس اللي انا ما انتبهتش عليها صراحه كثير، انه شخصيه البطله لو تقرا تاتش و اتش 2 كذا هتلاقي البطله بتلاقيها على حسب الجو تبعها، حسب الجيل يعني الجيل سوري تبعها، انه هتلاقيها انها هاديه ولطيفه ومحافظه. بس لما تيجي على كروس جيم وكاتسو هتلاقي شخصيه لا صارت لا بدها تشارك في الرياضه هذه، بدها تكون كذا، بدها تعتبر انها بنت بس وخلاص، ما لهاش دخل في اي حاجه ثانيه.
يعني هذه من الاشياء انه تلاقي انه كمان جاشي بيغير من اسلوبه على حسب الجيل اللي هو فيه. هو انا كنت عايز اقول حاجه كمان على اسامه تاسكا، ان هو اصلا لما بدا خد الحاجه بتاعته من ديزني، يعني الستايل ده اصلا كان مستوحى من، لا هو اسامه تاسكا هو اللي مصمم ميكي ماوس. لا لا لا، هو فعلا لو انتوا دخلتوا وقريتوا، انا قريته ودورت، هو was inspired من ديزني، فلان ديزني كانت وقتها فعلا العينين الكبيره ويعني والمناخير بشكل كوميدي والجو ده، فهو inspired خد ده وحوله هو بطريقته لاسترو بوي، اللي هو كان تقريبا اول انمي نزل في التاريخ ابيض واسود. لو يعني انت ما بنشوفش احنا انميز الا الوان، لكن ده اول حد فعلا يتحرك حاجته ابيض واسود في التلفزيون. هو مع انه انه ما هو حتى لو انه كمان زي ما بتقول انه انسباير وكذا، بس حتى انه بالنسبه لديزني بيعتبروه كمان الموازي لهم، كانه هو اصلا بيعتبروه انه اسمه تزوكا انه ديزني لحاله ياباني، لانه هو ما دللش. الصراحه فعلا انا موافقه، لانه هو اللي حط الاساسيات دي كلها، وهو اللي عمل الرسم بشكل، قدم فكره ان احنا ليه ما نرسمش بشكل ابسط، فنقدم نوع جديد من انواع الفن اللي دلوقتي طاغي على العالم اكتر من ديزني صراحه. ما هو يعني انا شايفه كده، ان دلوقتي الناس اكتر بترسم كوميكس بشبه المانجا، او بترسم مانجا اكتر من ما بتروح وبترسم ديزني. حتى اللي موجودين في مصر برضو بتلاقيهم بيرسموا حاجات قريبه من المانجا، او ويتش مثلا هي الايطالي، ووينكس مثلا بتلاقيها قريبه من المانجا برضو. فهو فعلا هو ده عالم لوحده تاني، يعني بدأ حاجة أثرت على العالم بقى بعديها ب 30 40 سنة بشكل جبار يعني. فبس هو يعني اثر، ما هو في مانجاكات كمان اعطوا يعني فرضا اداتشي، اعتقد انه له مانجاكا تاثر منه ناسي اسمه، بس هو كمان منه تاثر وصار يعمل اللي هو كذا سواء بالستايل او كذا. اداتشي معروف بالكوميدي تبعته، بعض الاحيان قد تكون الكوميديا انه بحط كوميدي من اشياء يعني مضى عليها قرون، بس بتكون مضحك في نفس الوقت. كمان مميز انه ممكن بيجيب لك صفحات بدون اي كلام او اي حادثات، ومع كده انت بتحسي عارفه ايش اللي بيصير. بالعكس هذا اصلا شيء رائع فيه، لانه في مشاهد فعلا يعني برسمها بدون فقاعات، انا بحس لو انه هيحط فيها فقاعات انه الامباكت تبعها راح يكون اقل، تاثيرها بيكون اقل يعني. هو يعني حتى شخصياته، يعني شخصياته كمان بتلاقيها مضحكه وجذابه بتعجب فيها انت اصلا، واهم شيء انها طبيعيه، يعني ما بتحس فعلا انها شخصيات انمي، يعني بتحس هدول الناس انا بشوفهم كل يوم برا في البلد. انا بروح المدرسه انا بشوفهم دائما. ما في كمان انا نسيت كمان قلت انه هو اخذ بشويه شخصيات ثانيه، في كمان في شخصيات في تاتش اعتقد، في هو شخصيه السمين والضخم، هذا بقول كمان مأخوذة من شخصيات حقيقية، أنا مش متذكر بالضبط إيش كان الموضوع، بس في منهم كانت أعتقد لاعبين بيسبول يمكن حقيقيين أو أصحاب له في المدرسة، فممكن عشان تلاقي كده يمكن في شوية واقعية. 1 2 3 برضو، سوري 1 2 3 سوري ممكن أدخل الحتة دي. One Piece برضو كانت عاملة كده، واخدين شخصيات بس من الفنانين، يعني كان inspired مثلا من characters زي مايكل جاكسون و حاجات زي كده، حطاها في المانجا كأعداء. وكنت بس عايزة أرجع أقول على حتة إن الرسم محطوط من غير كلام أنت بتحس بيه، ده دليل على شطارة المانجكا، إن هو المفروض إن الرسم هو اللي يحسسك باللي بيحصل مش الكلام. فده يعني طالما إن هو بتقول إنه أنا بحس بفهم الموضوع من نظراته ومن رسمه وبتاع، فده دليل إن هو رسام ومانجاكا ممتاز يعني. هو ممتاز ما راح نناقش. هو هو ممتاز يعني. هو المشكلة إنه ربح جوائز، سواء كانت إنه مش بس في اليابان حتى في الخارج، يعني من كتر ما هو معروف يعني. حلو أوي. طب إحنا كده خلصنا من المانجاكا. بس في تقريبا انتهينا. هو انا كمان مره كنت تكلمت عن مانجا لذات شيء تشوف في فقره التوصيات، يعني تقدر تعرف انا ليش بحب المانجا. عموما الفقره الاخيره فقره التوصيات، معناته توصيه الانمي وتوصيه للمانجا. ممكن ساره تبداي معنا بتحكي توصيه للانمي اللي انت حابه. اوكي انا النهارده هقول لكم على جاندم دبل زيرو، ده انتاج 2007 لكن
كان كبير جدا شغال عليه 300 رسام. فال يعني اللي هيشوفه هيحس انه لا حاجة انتاج 2013. انا عاجبني الانمي ده ان هو يعني انا في رأيي ان ده اقوى واحد في سلسلة جاندم، عشان هو بيتكلم على ازاي الغرب بيصور الحرب في الشرق الاوسط، يعني مطلعين لك ان الشرق الاوسط ارهابيين بينما الميديا في امريكا هي اللي بتخلق الصورة دي. فده الفكرة بتاعت جاندم دبل زيرو، ان هو بيجيب لك الحرب، بيجيب لك كمان حتة ان ازاي الناس بتتكلم باسم الدين عشان خاطر تبرر مثلا الحرب والحاجات دي. فهو كسياسي قوي جدا، كمستوى انيميشن قوي جدا، كالشخصيات قوي، يعني حتى الشخصية الرئيسية اصلا جاية من بلد عربية، اسمه ساتسونا، هو اصلا متهيالي اسمه الحقيقي اسماعيل، هو اسمه لما بقى بايلوت او كده غيره بقى ساتسونا. فيشوفوه هو 50 حلقة، وكان ليه فيلم بيكمل القصة دي. وده يعني الانمي بتاعي انا. جاندام دبل زيرو. اذا ما هي كانت توصية سارة مع توصية محمود لمانجا. تفضل محمود احكي عن مانجا اللي انت حاببها. حنتكلم على مانجا اسمها شاتن اوسوما، طبعا متكونه من 6 مجلدات بس. هي عباره عن جوزي رومانسي، موجوده فيها ذيم التمثيل والمسرح. مع قراءتها بتخليك يعني من المانجات اللي انت بتحس انها بدك تدخل المجال هذا بالمسرح وتعرف تفاصيله والاشياء اللي بيصير. القصه طبعا حلوه وخفيفه، ما حتكون ثقيله عليك. طبعا القصة دي بتاخذك مشوار فتاة من الضواحي، يعني من القرى، بتحاول تشق طريقها انها تشوف مستقبلها. طبعا هي في نفس الوقت ما بتعرفش ايش هي الحلم تبعها او ايش اللي بدها تروح له في الطريق تبعها، فبتكتشفه. طبعا طبعا بالنسبة لي انه البحث يقول انه حيشوف الفيلم انه او المانجا كخيالية، لانه البطلة فجأة تتحقق وتصير مشهورة وكذا بس بالنسبة لي اذا انت كنت تملك الموهبة والقدرة فانك تقدم اللي اي تقدر تروح اي مكان، فمش حيكون شيء مستحيل اذا كان عندك القدره والموهبه والاستحمال. طبعا بالنسبه للرومانسيه انا كنت مكتشف انه فيها، يعني انت بتقرا معناها هي رومانسيه بس ما بتحسش بالرومانسيه داخله بقوه عليك انها او انها تكون مشبعه فيها، حتحس انه شيء زي الواقع، يعني رومانسيه بسيطه، يعني مش انه بتخليك تمل منها. في نفس الوقت بتحس انه في حب صاير ما بين الشخصيات. يعني بالنسبه للشخصيات طبعا البطله زي ما بتقول بتعرفش انه ايش بدها تروح في المستقبل تبعها، بس بعد تلاقيها الصدمات مع الشخصيات وكذا فبتكتشف حاجه اسمها المسرح، فبتحاول ايش تشوف ان لها اهتمامات وكذا فيها. طبعا شخصيات في كثير مجموعات كبيره منها، انا حسيت انه جميعهم لهم دور مهم في القصه، سواء كانت انه يكون شخصيه اساسيه او مساعده كسبورت. طبعا من شغلات انا صراحه جد انه لها دور مهم مثل رين وكازوما اللي ظهروا بصوره النابغه في هالمانجا، لكن نفس الوقت تم ترقيع شخصيات ثانيه، يعني بس مش تلاقي بس شخصيه البطله والبطل وكذا انه مهمه. الرسم قد يكون غريب، يعني انه البقراش جوزي او كذا فبتلاقي له ستايل معين، فممكن يكون عنده شويه مشاكل، بس انه انت بس هو يعني سلس وبسيط، ما حتلاقيش انه شيء موجع للعينين. في النهايه انها جوزي ممتعه صراحه وانصح فيها. اذا هاي هي كانت فقره التوصيات للانمي، كانت جاندام دبل زيرو، وللمانجا صراحه مانجا مش حافظ اسمها، حنحطها ان شاء الله، حنكتبها في الموضوع ان شاء الله. اذا هاي حلقتنا اليوم، نلخص بس شويه امور. احنا طبعا عندنا قناه على اليوتيوب، فنتمنى يعني انكم لو تقدروا تدخلوا تسمعوا حلقات منها، ممكن سبسكرايب ولايك. طبعا اسم القناه هي نفس اسم البودكاست نقمة عرب، راح نحط الرابط برضو في الموضوع فتقدروا تدخلوا من هنا. برضو بالنسبة لسارة هي عندها برضو قناة خاصة فيها، لأنه هي يعني من المبدعين العرب، ممكن تحكي لهم يا سارة يعني تعرفهم أكثر عن القناة. تفضل. أوكي، أنا عندي قناتين، واحدة بحط عليها البودكاست اللي أنا بعملها، وبحط عليها برضو
يعني زي فلوجز كده بتكلم فيها عن الانمي والمانجا عموما، بطلع فيها لو عايزين يعني تشوفوني، بتبقى حاجه اقل من 5 دقائق. دي بالعربي. القناه الثانيه بتاعتي اللي هي سامبو ارت برودكشن، دي اللي انا بحط عليها الانيميشن، وبدات مانجا ان شاء الله، ونازله يعني على يوم 17 او 18. وليها يعني فيديوهات تعليم رسم وكده، فاللي عايز يشوف انيميشنز او فيديوهات تعليم رسم او اي حاجه من الحاجات دي، ان في حاجات كتيره جدا يعني، فيدخل على youtube.com/sambaartproduction. هسيبها لكم في اللينك، وهسيب لكم الحاجات التانية اللي تقدروا تقروا عليها الكوميك ان شاء الله والمانجا لما تنزل. بينما الانمي شانل بتاعتي اسمها ايجي مانجا مانية، وهي مختلفة عن ايجي مانجا اللي هم بتوع الكوميكس، بس عشان الناس ما تلخبطش الموضوع، انا عاملاها القناة دي قبل ما ايجي مانجا تبقى موجودة اصلا. فهسيب لكم اللينكس، واتمنى ان هي تعجبكم يعني. بس الدروينج يعني قناة الرسم، انا اسفة نسيت اذكر انها بالانجليزي، بينما ايجي مانجا مانية بالعربي. مشاكل ان شاء الله كل هالمعلومات برضه راح تكون موجوده في الموضوع يعني، فتقدر تحصل عليها بسهوله. يعني انا بس بالانجليزي عشان الكوميك توصل لاكبر مجموعه من الناس، بينما الانمي بالعربي لان بدا يطلع حاجات كتيره بتتكلم بالعربي، فانا كمان عايزه اعمل حاجه بالعربي يعني. فبس برضه راح نحط بعض المعلومات يعني الشخصيه كيف انكم ممكن تتواصلوا معنا، فيعني ممكن برضه حتشوفوا المعلومات هاي عن طريق الموضوع نفسه ان شاء الله للحلقه السابعه. برضو يعني الحلقة راح إن شاء الله تنعرض في عرب مانجا، فبرضو ممكن تحصلوها من هنا. في النهاية هاي هي حلقتنا، نتمنى أنها كانت خفيفة ولطيفة يعني، وكانت أفضل من الحلقات الماضية كالعادة. نطلب تشجيعكم وردودكم، إحنا بنحاول يعني قدر الإمكان نشمل كل المواضيع. كان بعض يشتكي إن إحنا بنحكي أقل عن المانجا، حاولنا يعني نحكي عن المانجا بقدر الإمكان. لو في مواضيع معينة بتحبوا تسمعوها حطوا لنا بوست في الموضوع اللي احنا بنحطه، ان شاء الله احنا يعني راح نحاول بقدر الامكان انه نسوي اللي بنقدر عليه. في النهايه نتمنى لكم استمتعتوا، ونترككم مع اغنيه النهايه اتاك اوف تايتن. نلخص بس شوية أمور. إحنا طبعاً عندنا قناة على اليوتيوب، فنتمنى يعني أنكم لو تقدروا تدخلوا تسمعوا حلقات منها، ممكن سبسكرايب ولايك. طبعاً اسم القناة هي نفس اسم البودكاست نكمة عرب، راح نحط الرابط برضو في الموضوع، فتقدروا تدخلوا من هنا. برضو بالنسبة لسارة هي عندها برضو قناة خاصة فيها، لأنه هي يعني من المبدعين العرب، ممكن تحكي لهم يا سارة يعني عزيزهم اكثر عن القناة. اوكي، انا عندي قناتين، واحدة بحط عليها البودكاست اللي انا بعملها، وبحط عليها برضو يعني زي فلوجز كده بتكلم فيها عن الانمي والمانجا عموما، بطلع فيها لو عايزين يعني تشوفوني، بتبقى حاجة اقل من 5 دقائق. دي بالعربي. القناة التانية بتاعتي اللي هي سامبو ارت برودكشن، دي اللي انا بحط عليها الانيميشن، وبدأت مانجا ان شاء الله، ونازلة يعني على يوم 17 او 18. وليها يعني فيديوهات تعليم رسم وكده،
فاللي عايز يشوف انيميشنز او فيديوهات تعليم رسم او اي حاجه من الحاجات دي، ان في حاجات كتيره جدا يعني، فيدخل على youtube.com/sambaartproduction، هسيبها لكم في اللينك، وهسيب لكم الحاجات التانية اللي تقدروا تقروا عليها الكوميك ان شاء الله والمانجا لما تنزل. بينما الانمي شانل بتاعتي اسمها ايجي مانجا مانية، وهي مختلفة عن ايجي مانجا اللي هم بتوع الكوميكس، بس عشان الناس ما تلخبطش الموضوع، انا عاملاها القناة دي قبل ما ايجي مانجا تبقى موجودة اصلا، فهسيب لكم اللينكس واتمنى ان هي تعجبكم يعني. بس الدروينج يعني قناة الرسم انا اسفة نسيت اذكر انها بالانجليزي، بينما ايجي مانجا مانية بالعربي. ما في مشاكل، ان شاء الله كل هالمعلومات برضه راح تكون موجوده في الموضوع يعني، فبتقدروا تحصلوا عليها بسهوله. يعني انا عملتها بس بالانجليزي عشان الكوميك توصل لاكبر مجموعة من الناس، بينما الانمي بالعربي لان بدأ يطلع حاجات كتيرة بتتكلم بالعربي، فانا كمان عايزة اعمل حاجة بالعربي يعني. فبس برضه راح نحط بعض المعلومات يعني الشخصيه كيف انكم تواصلوا معنا، فيعني ممكن برضه حتشوفوا المعلومات هاي عن طريق الموضوع نفسه ان شاء الله الحلقه السابعه. برضه يعني الحلقه راح ان شاء الله تنعرض في عرب مانجا، فبرضه ممكن تحصلوها من هنا. في النهايه هاي هي حلقتنا، نتمنى انها كانت خفيفه ولطيفه يعني، وكانت افضل من الحلقات الماضيه كالعاده. نتمنى تشجيعكم وردودكم، احنا بنحاول يعني قدر الامكان نشمل كل المواضيع. كان بعض يشتكي ان احنا بنحكي اقل عن المانجا، حاولنا يعني نحكي عن المانجا بقدر الامكان. لو في مواضيع معينه بتحبوا تسمعوها حطوا لنا بوست في الموضوع اللي احنا بنحطه، ان شاء الله احنا يعني راح نحاول بقدر الامكان انه نسوي اللي بنقدر عليه. في النهايه نتمنى لكم استمتعتوا، ونترككم مع اغنيه النهايه تاكو في تايتل.